ماشي جاية وهي اللي بتخبى. ازيك يا مسيد، عاملة ايه؟ كويسة يا حبيبتي. امبارح سمعتك انت وحموكشة بتتعاركوا، وعمال يقول لك انت ست فاشلة، انت ما تنفعيش تبقي ام. وبعدين تليفوني رن ودخلت ارد ومعرفتش ايه اللي حصل بعد كده. هو ايه اللي حصل بعد كده؟ انت عايز تعرفي يعني ايه اللي حصل بعد كده؟ اه والله نفسي. هو ده يا حبيبتي اللي حصل بعد كده. عايز تعرفي حاجة تاني؟ لا لا لا، كفاية كده. ست حشرية يا تنكة هاني، مستني. يا ساتر يا رب. ام سيد حبيبتي، انا برضو استغربت وانا رايحه ما شفتكيش. نعم يا روحي اموريني. هو انت رحت السوق؟ ايوه بعد اذنك. طب جبتي ايه معاكي من السوق؟ جايبه اكياس كتيره ما شاء الله، جايبه ايه فيهم؟ الحمد لله ربنا ساترها، جبت شويه حاجات كده للبيت. ايوه يعني جبتي ايه يا اختي؟ الله ما طولك يا روح. جبت لحمه يا حبيبتي فضلت خيرك، وشويه خضار كده ورز ومكرونه. ايه ده، هو انتوا معاكم فلوس تجيبوا لحمه؟ يا بنت المحظوظه. يا ساتر يا رب، خمسه في عينك. وليا بوما. اروح باتصل بابو السيد والعيال ونروح عند تنكه نتغدى، دول عندهم لحمه. يا تنكه هانم. نعم يا ام السيد. انت بتغسلي يا حبيبتي؟ اه يا حبيبتي بعد اذنك. هو انت بتستعملي مسحوق ايه؟ غسلك منور ومزعزع. خمسه في عينك يا اختي. قولي هتخبي على ايه؟ ده غسيل. الله، الناس لبعضيها. حاضر يا ام السيد، هبعت لك يا حبيبتي الاسم على الواتس. حلو كده؟ تعيشي يا تنكه يا حلوه. يا اختي امبارح قربت كده من بيتكم ورميت ودني، خفت عليكم يعني لا تكونوا بتتعاركوا ولا حاجه. ما سمعتش صوت خالص، كنتوا فين؟ يكون حصل حاجه، ما تقوليلي. كنا نايمين بعد اذنك يا حبيبتي، سيبيني بقى عايزه اغسل. نوم العوافي يا حبيبتي. لمت عليكي حيطه يا بعيده. بص الولية الناقصة سابتني ومشيت. ماشي يا تنكة والله لو وريكي. مش فاتح تاني الباب، ده انا كل ما جاي به باب. الله عليك يا ست، يخرب بيتك، دي اكتر واحدة بقى يتقال عليها ما جاي به باب. يخرب بيت ما جاي بك السودة، انت وليه عايشة معانا في الشقة؟ يا تنكة بصيلي من شباك المطبخ. طريقتك عقربة يا بعيدة. ايه يا ام السيد، اموريني يا حبيبتي. صوتك حلو قوي. ربنا يكبر بخاطرك. بقولك ايه، هو انت طبخه ايه يا وليه؟ ريحه الاكل ايه تحفه، طالعه من عندكم ريحه فظيعه. بتطبخي ايه بقى؟ عدس. لا 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 ما تكذبيش، انا شامه ريحه ملخيه. لا مش عندنا، وانا هكذب ليه؟ اكيد عند الجيران، روحي اساليهم. ما انا سالتهم قبل ما اسالك يا حبيبتي، ما طلعش عندهم الملخيه، يبقى اكيد عندك انت. يا نهار اسود، هو انت بتسالي كل الجيران؟ ايه الوليه دي؟ ها الملخيه عندك ولا عند مين؟ عندي يا ام السيد، عندي يا حبيبتي. اخس عليكي يا كذابه، بتكذبي عليا ليه؟ وانا كنت هاجي اكل عندكم يعني؟ يا حبيبتي تنوري، والله مش قصدي. طب عاملين الملخيه على ايه؟ اقولها الحقيقه ولا اكذب؟ بس هتعرف انت يا ولية. عاملينها على ايه؟ ارنب يا حبيبتي. ايه ده انتوا معاكوا فلوس بقى تجيبوا لحمه وارنب؟ حلو والله. خمسه في عينك، كبه في عينك. يا ساتر، كان عندنا كتكوت وكبر. يا لهوي، كان عندنا ورده وفتحت. يا اختي هحسدكوا على ايه بلا واكسه؟ بقول لك ايه، انا جايه لك انا والعيال، هناكلوا معاكوا بقى النهارده يا اختي. ما عملتش اكل. تشرفي يا ام السيد، هي في لقمه بتنزل في بطننا غير وانت مشاركانا فيها يا حبيبتي؟ قدري، انا اكيد عامله حاجه وحشه في حياتي، والوليه دي بتخلصها فيا. اخس عليك، ده انت عامله حاجه حلوه. لا كده كتير، الوليه دي اكيد حاطه لي سماعات هنا بتتجسس عليا وكاميرات اكيد. لا 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 لا، ادور هنا كده يا اختي. كاميرات ايه ولا لا يا كل؟ الو. ايوه مين؟ اخفى عليكي يا واطيه، هو انت ما اتحركني ولا ايه؟ ام السيد. لا يا حبيبتي ما خدتش بالي والله. عامله ايه يا تنكه؟ مش باينه بقالك كذا يوم، لا رحتي سوق يا اختي ولا بتنشري ولا بتطبخي، في ايه؟ تعبانه والله يا حبيبتي. الف سلامه عليكي. والدكتور قال لك ايه يا حبيبتي لما رحتي كشفتي؟ ها قال لك ايه؟ الضغط عالي صح؟ خدي طيب البرشام اللي انا هبعته لك على الواتس ده، حلو قوي. وانت كمان عرفتي ان انا عندي الضغط عالي؟ طبعا انا اعرف كل حاجه عن حبايبي. طب اكرهيني والنبي. اخس عليكي. لا 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 لا، ده انت حبيبتي، ده انت روحي. هو الضغط عالي من شويه يا اختي؟ وانت عملت ايه في المشكله بتاعت جوزك دي اللي في الشغل؟ لا الفلوس يا اختي اللي ضاعت منه ولا ايه؟ احسن يحبسوه. يا نهار اسود، شكل حد كده حسدكو. يا نهار اسود، وانت كمان عرفتي المشكله اللي مع الراجل؟ يا وليه ما تيجي تعيشي معانا احسن. يا حبيبتي والله نفسي اروح ابات كده في كل بيت يوم كده اهو، بس جوزي مش راضي. لا ملهوش حق. بقول لك ايه، انا نص ساعه كده وجايه لك، هروح بس اشتري 2 كيلو برتقال عشان اجيبهم لك. والله يا اختي مستلفه فلوسهم، بس انت حبيبتي اعمل ايه؟
لا يا حبيبتي مش عايزه اتعبك، ربنا يخليكي، خليكي مكانك واعتبري نفسك ان انت جيتي. لا ازاي، ما يصحش ابدا، والله انا جايه اهو. هو انا ناقصاك انت كمان؟ الف سلامه عليكي يا تنكا يا حبيبتي. الله يسلمك يا ام السيد، مفيش داعي والله يا حبيبتي لتعبك ده. اخت عليكي تعبك راحه، ما تقومي يا وليه تعملي لنا عصير برتقال اللي انا جبتهولك. ها حاضر من عينيا، وما تنسيش تجيبي لي حته الكيكه من اللي انت عملتيها. ها هو انت بتعرفي الحاجات دي منين يا وليه؟ عيب عليكي، ده انت حبيبتي. اكرهيني ابوس ايدك يا اختي. سيبك سيبك من الكلام الفاضي ده، البت كارما يا اختي، العريس اللي جالها مشي ليه يا اختي؟ ما كملش، هي البت فيها حاجه غلط، دي البت زي الفل. عريس مين يا وليه اللي مشي؟ ده ابوها هو اللي ما وافقش عليه. انت اتجنتي يا اختي، ما انت اكيد راميه ودنك هنا اهو، اكيد عارفه كل حاجه. ايوه ايوه عارفه صح، ابوها عايزه تكمل تعليمها، بس برضه يعني كنت سطروها احسن. لا يا حبيبتي، هي بيت اهلها برضه مستوره، هو احنا مستنيين الراجل يجي يسطرها ولا ايه؟ ايوه طبعا، البنت تقعد في بيت ابوها معززه مكرمه بلا جواز بلا وجع قلب. وانت يا اختي بنتك اتطلقت ليه؟ وانت مالك يا وليه، ما تخليكي في حالك، انت بتتدخلي في حاجه مالكيش دعوه بيها ليه؟ ده انت حشريه قوي. يخرب بيتك. طب والله لا طلع عليك القديم والجديد. ايوه انت اتجننتي، والله هوديك في داهيه، والله هوديك الاسم. طب خدي الحشد بالمره. خدي بقى، زهقتيني في عشتي. الحقني يا سعاده الضابط، جارتي تنكا هانم ضربتني وبهدلتني، انا جاي اعمل فيها محضر. حرام عليك يا ام السيد، انا ضربتك برضه يا وليه، ده انت اللي خرشمتيني ورحتي خبطتي نفسك وعملتي اللي انت عملتيه ده عشان توديني في داهيه. عيب عليكي، ده انت اكله شاربه نايمه عندنا. ايه يا كدابه. بس انت وهي هي والله يا حضره الضابط. حضرتك انت شايف بنفسك، لو كان يرضيها تحبسني، تحبسني وامري لله، ما هي اخره الناس الطيبه كده. مش حرام عليكي تعملي في جارتك كده؟ والله يا بيه هي اللي عملت. حضرتك يا باشا كل يوم تيجي تاكل عندنا وعارفه اخبارنا وراميه ودانها عندنا، وتسالني في الرايحه والجايه جايبه ايه وعامله ايه وعارفه مشاكلنا وعارفه حكايتنا، وتيجي تسالني وتقول لي جوزك اتخانق معاكي ليه، وانا ساكته ساكته، واول حضرتك ما جيت اسالها بس بنتك اتطلقت ليه، راحت ماسكه فيا ضرباني. انا عارفهم الناس الحشريه دي، عندي العينه دي في العماره عندي، مزهقاني في عشتي. والله يا باشا انا مظلومه، مش عايزه اسمع صوتك. بص يا باشا، انا كنت جايه اعمل فيها محضر، بس خلاص بقى الناس اللي بعضها والجيران اللي بعضها ربنا يسامحها بقى، انا عندي عيال وعايزه اروح اعمل لهم الاكل. ده انا حتى جسمي متكسر ومش قادره امشي، والله انا مش عارفه اروح لحد البيت ازاي. لا عادي مفيش مشكله، هخلي عسكري يوصلك لحد البيت. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يخليك يا باشا. يعني ايه يا باشا؟ يعني هسيبها تمشي؟ ولو ما سكتيش هحبسك. اخفي من وشي دلوقتي. اتفضلي استريحي لحد ما العسكري يجي. ربنا يريح قلبك يا رب. يا تنكا، هو انا بعد ما مشيت الضابط عمل معاكي ايه؟ انت تاني.